هنسيب كره اليد سيدات ونروح لكره اليد رجال. كره اليد رجال واستعدادهم واستئنافهم للمرحله القادمه باذن الله لاستعداد لبطوله الدوري وكاس مصر وكمان البطوله الافريقيه اللي هتقام في شهر باذن الله 4. هيبداوا استعداد. حصلت اسبوع راحه 10 ايام راحه مع من الخواجه او المدير الفني اولا لاندجرين، ادى 10 ايام راحه بالنسبه للفريق. وكمان بدا لعيبه المنتخب، لان في لعيبه المنتخب حوالي 7 لاعبين داخل المنتخب المصري متواجدين دلوقتي داخل المنتخب المصري بيستعد لبطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد في طوكيو 2020. بطوله هتقام في تونس في الفتره من حوالي 16 لاخر شهر 30 يناير. اللعيبه احمد عادل ومحمد عصام الطيار، احمد خيري، ابراهيم المصري، ويوسف معرف في المنتخب التونسي. طبعا عندنا اصابات داخل لعيبه الاهلي، ودي حاجه يعني صعبه جدا. اللعيبه دي منهم كابتن اسلام حسن اللي هيقعد 4 شهور تقريبا، هيرجع لاخر 3 اول 4 اللي جاي. وفي كمان في التدريبات متصعدين او بيتمرنوا مع المدير الفني السويدي اربع لاعبين، سيف هاني وعبد الرحمن حميد وعمر عطيه وكمان ياسر سيف، كل دول متصعدين للفريق او بيتمرنوا معاهم. تعالوا نروح لتقرير مع كابتن يحيى يوسف ونشوف قال ايه في فتره الاعداد الجديده للمرحله القادمه باذن الله ومباريات دوري العام وكاس مصر والبطوله الافريقيه. طبعا احنا الدور الاول المفروض ان هو خلص في شهر 11، بعد كده خدنا اتمرنا حوالي 22 يوم وبعد كده خدنا راحه، لسه جايين من راحه، لسه اول تمرين كان امبارح. طبعا المرحله اللي فاتت دي كانت مرحله تمهيديه، المفروض ان احنا هم خلاص كاتحاد عمل وزع خلاص من اول 8، احنا من اول 8 نلعب دور من دور اول وكده، كل واحد داخل بنتائجه. هو طبعا الزمالك الاول واحنا الثاني في النتائج. لسه طبعا كل فريق فينا هيلعب 7 مباريات اللي هم الثمانيه اللي هم الثمان فرق. طبعا المرحله الجايه احنا بنبدا اصلا فتره اعداد من اول وجديد وكده، بس النهارده فاني شويه، النهارده فاني وامبارح شويه، بقى هيبدا ان شاء الله من بكره الدنيا تختلف. كمان ان احنا فريق بيكتمل الحمد لله، ما عندناش اصابات، نحمد ربنا الحمد لله. عندنا بس اصابه اسلام حسن وده كابتن فريق ومن الاعمال الرئيسيه في النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان، ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه. عندنا يوسف معرف في المنتخب التونسي بس ما فيهوش الحظ، فراجع ان شاء الله كمان كام يوم كده ان شاء الله يرجع للتمرين. بس الفريق كله كان الحمد لله راجع كويس، الحمد لله كويس بعد الراحه السلبيه اللي هم كانوا واخدينها. من فرق الاعداد جديده ان شاء الله اول مباراه لنا ان شاء الله هتكون 6-2، ربنا يكرمنا فيها ان شاء الله. اول حاجه من دور المدرب اصلا عموما، ازاي تدخل الحته النفسيه، ازاي تعاملهم الحته النفسيه في التمرين وفي المباريات كمان، بيبقى دي طبعا المدرب بيبقى المفروض ان هو دارسها، بيبقى عارف ازاي يتعامل في الحته النفسيه دي في ايام الاعداد البدني او يكون في وسط المباريات. الاعداد البدني بالنسبه لنا طبعا ده الاساس اللي هو بتركز عليه على مدار الموسم عشان اللعيب ذات نفسه يفضل واقف على رجليه طول المباريات، اللي انت بتبقى حمل بدني وحمل في قوه، يعني كان في جيم او في ميدسن بول، غير طبعا الحمل البدني اللي هو بالكوره او بالجري. طبعا الحاجات دي مهمه جدا ان انت اللعيب يفضل واقف على رجليه طول الموسم او طول المباريات لفتره ممكنه. طبعا بيختلف من لعيب للعيب وكده الحمل البدني بتاعه عشان التوازن الجسماني بتاعه، بس هم بيقعدوا كلهم مع بعض. طبعا احنا اصلا اوريدي عاملين قياسات في الجيم وعاملين قياسات حتى في الجري، كل واحد ليه تايلت معين كده بيخش عليه في التمرين. المرحله الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيها ان احنا بنعد من دلوقتي لغايه يوم 6-2 ان شاء الله، هيتخللك حوالي ماتشين او 3 ماتشات او مباريات يعني، بحيث ان احنا نخش على الدوري او الدور الثاني المفروض اللي هو النهائيات دي ان شاء الله بشكل افضل شويه ان شاء الله. طبعا احنا كنا في فتره توقف الفتره اللي فاتت الاسبوعين اللي فاتوا ولسه بادين تمرين امبارح، فالتمرين هيبقى خفيف في الاول عشان الناس راجعه من فتره راحه،
بس، والامور مستقره. في 5 أو 6 لاعبين مع المنتخب وفي 2 مع تونس، فاحنا حوالي 10 لعيبه بنصعد معانا الباقي من موجود من 2000 عشان نكمل يعني التمرينه تبقى فيها عدد اكتر. طبعا كابتن يحيى بيبقى ليه طبعا وجهه نظره ومدير فني على مستوى عالي. طبعا بيبقى في توجيهات، بس حاليا احنا يعني توجيهاتها بقى اكتر بدنيه مش فنيا. احنا برضو لسه فنيا دي هنقعد 10 ايام عشان ندخل في الموضوع الهاندبول. احنا الحمد لله بدانا بقالنا 3 ايام اهو، نزلنا تدريجيا، مش عايزين ننزل مره واحده عشان الحمل بس يجي تدريجي. بس هو ان شاء الله الفتره الجايه هناخد مثلا يوم في الاسبوع راحه، هنكمل عادي تمريناتنا جيم وتراك كده. اول ما الرجاله بتاعتنا يرجعوا من المنتخب، هم طبعا هيبقوا في حمل عالي عشان هم في المنتخب وكده، فداخلين على مباريات وهم عاملين معسكرات، فاحنا اكيد طبعا الحمل بتاعهم زينا عشان احنا خدنا راحه 10 ايام ولا حاجه. فيعني احنا ان شاء الله كده نخش المسابقه ان شاء الله كده يعني واقفين على رجلينا عشان الماتش اللي جاي مهمه. طبعا كابتن يحيى مش من دلوقتي، لا بدري، من اول الموسم معانا، هو اللي ماسك الاحمال وهو اللي ماسك يعني نظام الفرقه، يعني متدخل معانا كتير وهو مساعد الفرقه. ف الفترة اللي جاية دي طبعا كابتن يحيى هيبقى يعني عشان احنا المدرب بتاعنا الخواجه في منتخب فنلندا، فهو هيبقى ماسك طبعا التمرين يعني 100%، مش هيبقى يعني هنخش هاندبول ونخش كل حاجه، هو بيتدخل في كل حاجه. فان شاء الله يعني هو كابتن يحيى طبعا مدرب جميل طبعا، ويعني مش يعني مدرب كبير جدا في الهاندبول. يعني زي ما شفنا قدامنا في التقرير فريق كرة اليد وفريق كرة اليد محير الجميع، لكن أنا هتكلم كلام واضح جدا بالنسبة للجمهور كمان نادي الأهلي.